الآن نراجع ما أخذنا في هذا اليوم. نعم، ماذا أخذنا؟ نعم الشيخ، أن النواقض ليست محصورة بهذا العدد. طيب ولماذا يقول نواقض الإسلام 10؟ أراد أن تضبط وتحفظ هذه النواقض لأنها هي من أعظم النواقض، نعم، أهميتها. نعم، بدأ المصنف رحمه الله، وهذا عادته في التصنيف، أن يبدأ بالبسملة اقتدام بالكتاب العزيز واقتدام بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وتيمنا وتبركا بالأداء بسم الله، واقتدام بعلماء السلف، وعملا بحديث وإن كان لا يصح استئناسا. نعم نعم، أراد بالناقض الأول الشرك في عبادة الله، أراد الشرك الأكبر المخرج من الملة، خرج به الشرك الأصغر، وضرب عليه قلنا أمثلة. نعم، أي نعم، لم يستوعب أنواع الشرك الأكبر، وإنما ذكر لك شيء من أنواع الشرك الأصغر كالذبح لغير الله. نعم، غيره. نعم الشيخ، أرفع صوتك. نعم، الناقض الثاني طلب القربة والشفاعة وجعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويتقرب إليهم ويظن أن هؤلاء يقربوا إلى الله زلفى. نعم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم، مراد المصنف رحمه الله بالشرك هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر صاحب مخلد خلود أبدي في النار، هذا إذا مات عليه، وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها أو تحضر الوفاة تاب الله سبحانه وتعالى عليه لعموم الأدلة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينقسم أولا، التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب، لابد من ثلاثة أشياء في التوكل، يكون صادق في اعتماده على الله، الثاني واثق أن الله سبحانه وتعالى منجز له ما وعد، الثاني، الثالث لابد من الأخذ بالأسباب. إذن التوكل صدق اعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. ينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام، الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، قال هذا صرف لغير الله شرك أكبر، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله في الناقض. طيب، الثاني شرك أصغر، وهو اعتماد على حي مع نوع افتقار، قلنا كالذين يعتمدون على الأمراء في الرزق وما إلى ذلك، فقال إذا كان عنده نوع افتقار فهذا نوع من الشرك الأصغر. الثالث وكالة، وقلنا لا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت يعني فوضت، ويصح تصح هذه الوكالة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في شؤون العامة وفي شؤونه الخاصة عليه الصلاة والسلام. غيره. نعم، بيّن الشفاعة، تعريف الشفاعة لغة وشرعا وأنواع الشفاعة، وأراد بالشفاعة الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حكمها شرك أكبر مخرج من الملة. نعم نعم، أي نعم، أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية، وكانت الخصومة بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية، وكانوا يلجأوا إلى هذه الأصنام وغيرها لا لأنها تخلق وترزق وتدبر، بل أرادوا منها القربة والشفاعة والتبرك وغيره. نعم، سوف يأتينا إن شاء الله هذه الأمور في كتاب التوحيد. نعم
نعم الشيخ نوح. أي نعم، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا بد إن لم يجعل قال التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار بل ولا العمل، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف أو تردد ليس موحد. نعم غيره. نعم نعم. الحكم بغير ما أنزل الله سوف يأتي معنا تفصيل هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله، لكن هنا أراد أن من قدم حكم الطواغيت أو حكم أحد من الناس واعتقد أن حكم هؤلاء مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. لكن قدم حكم الطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب واعتقد أن حكم الله هو الأنفع والأصلح للعباد والبلاد ويجب أن يطبق، فهذا كفر دون كفر وفسق، وإن اقتطع بهذا الحكم حق امرئ مسلم فهو ظلم. نعم. وموشك الوقوع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم. الشرك الأصغر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قلنا هذا الشرك الأكبر إذا مات عليه فهو خالد مخلد خلد أبدي في النار، ولابد أن نعلم أنه ما يمكن أحد أشرك بالله شركا أكبر ومات عليه أن يدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على الكفار دخول الجنة. لكن الشرك الأصغر فيه، طيب القول الأول أنه يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، يعني لا خلد في النار خلد أبدي. الثاني أنه مثله مثل الكبائر تحت المشيئة. القول الثالث وسط بين القولين، إن قليل إن كان الشرك الأصغر قليل فهو تحت، وإذا كان كثير يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، على اعتبار يجب أن نحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. وإحنا تقدم معنا أنه عندنا صغائر وأعلى منها كبائر وأعلى منها الشرك الأصغر، إذن لا يمكن أن يكون الشرك الأصغر مثل الكبائر. ما هو الدليل على التفريق أنه أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ ما هو الدليل؟ نعم الدليل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به واغفر ما دون ذلك، وقلنا هذا في معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار خلود أبدي، صحيح ولا يكفر. وقال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره، أراد أن يبرهن للناس ويبين أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يحب هذا ولا هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.